مدينة الزيتون، مدينة السلام، أورشليم، ويبوس. يا قدس، يا مدينة تفوح أنبياء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء. القدس تهفو لها القلوب، حيث المسجد الأقصى قبلتنا الأولى ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إن لبيت المقدس ومسجده الأقصى مكانة سامقة في ديننا ومنزلة عظيمة في قلوبنا، فهو مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماء وصلى فيه إماما بالأنبياء، كما أنه أول قبلة للمسلمين، وإليه تحن قلوب المؤمنين، تضعف فيه الصلوات، درج فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبه تعلقت قلوب أهل الإسلام، ورخصت من أجله دماء الشهداء. وقد جاء في بيان فضله آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين مكانته وفضله وتظهر منزلته وقدره. المسجد الأقصى، كلنا لما نسمع اسم المسجد الأقصى بنفتكر عبارة شهيرة سمعناها كلنا، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين. المسجد الأقصى من الأماكن المقدسة الدينية المشهورة جدا والمعروفة والقليلة على مستوى العالم، واللي بترتبط بالديانات السماوية الثلاث الأشهر، الإسلام والمسيحية واليهودية. وده ناتج عن مكانة مدينة القدس المميزة في تاريخ الثلاث ديانات. المسجد الأقصى هو أولى القبلتين. بالنسبة للمسلمين، المسجد الأقصى هو أول قبلة اتجه لها المسلمين في صلاتهم. فكان المسلمين طوال فترة إقامة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته للدين الإسلامي في مكة، كان المسلمين بيصلوا باتجاه المسجد الأقصى، والمدة 7 شهور بعد الهجرة للمدينة المنورة كانوا بيصلوا للمسجد الأقصى، لحد الليلة اللي الرسول اللي سيدنا اللي ربنا عز وجل شايف سيدنا محمد بيتقلب وجهه في السماء بدافع من حبه لبلده ومدينته مكة، اللي هو كان بيشهد دايما الجميع على انها اقرب الاماكن لقلبه، وكان نفسه ان ربنا يلبي طلبه ويتوجه لمكة اللي هي مدينته الاصلية بالصلاة، علشان يبقى متوجه لها بقلبه وعقله ودينه. وبالتالي هو كان اولى القبلتين لحد ما ربنا غير القبلة باتجاه المسجد الحرام في مكة المكرمة، وثالث الحرمين، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وفي الحقيقة في معلومة تانية، وهي إن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد بني على سطح الأرض. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه، سئل عن سيدنا محمد عن أول مسجد وضع في الأرض، سيدنا محمد قال إن هو كان المسجد الحرام، وبعديه ب40 سنة بنى سيدنا آدم المسجد الأقصى بأمر إلهي من الله عز وجل، وبكده يبقى تاني مسجد وضع في الأرض. وفي الحقيقة حول من الذي الباني الأول للمسجد الأقصى ترددت آراء كتير جدا كانت مختلفة، حول إن هل الملائكة ولا هل سيدنا آدم ولا سام ابن نوح، لكن أغلب الآراء بتتجه لسيدنا آدم، إن هو اللي بنى المسجد الأقصى بعد سيدنا بعد ما بنى المسجد الحرام في منطقة مكة المكرمة. سبحان من أسرى بخير ضياء، أسرى بنور محمد الوضاء، أسرى به في ليلة قدسية عطرية الأنسام، والأضواء أسرى به
ليشهد موكبا من أعظم الآيات والأنباء. بالنسبة لتسمية المسجد الأقصى فهي تسمية عربية جاءت من كلمة قصى يعني أبعد أو بعد، والتسمية دي جاءت نتيجة لبعد المسجد الأقصى عن المسجد الحرام وعن مدينة مكة اللي هي كانت أهم من أهم المدن في شبه الجزيرة العربية وفي العالم القديم نتيجة عملية الحج، لأن دايما أغلبنا يعرف أن الحج كان بيتم للكعبة من قبل مجيء الإسلام، كانت مزار لأغلب سكان المنطقة والعالم القديم وشبه الجزيرة العربية تحديدا باعتبارها مكان مقدس وليه تاريخه. وبعد الإسلام أكد على مكانة المسجد الأقصى وعلى مكانة كمكانة هامة للمسجد الأقصى بعد المسجد الحرام. المسجد الأقصى برضو قبل ما يسمى بالمسجد الأقصى عرف عدة تسميات، منها البيت المقدس أو بيت المقدس. مساحة المسجد الأقصى هي حوالي 144 ألف كيلو متر مربع، بيقع في منطقة مرتفعة من القدس زي ما قلنا قبل كده، هي هضبة معروفة بهضبة موريا. المسجد الأقصى عبارة عن سور، كل ما يقع داخل هذا السور في نطاق 144 ألف كيلو متر يطلق عليه المسجد الأقصى. يضم مسجد قبة الصخرة الشهير طبعا بقبته الذهبية واللي هنتكلم عنه بعد كده، والمصلى القبلي اللي بيعرف اللي بيطلق عليه أغلب الناس خطأ المسجد الأقصى، لكن المسجد الأقصى هو كل ما يقع بداخل السور بما فيه المسجد القبلي المشهور، المصلى القبلي المشهور بأنه المسجد الأقصى، وبما فيه المصلى المرواني المكشوف، وبما فيه مسجد قبة الصخرة ومصلى الرحمة، وما فيه من قباب وفسقيات وأماكن. مآذن المسجد الأقصى بتحتل مكان على سور المنطقة كلها. للمسجد الأقصى عدة أبواب متفرقة في الشمال والشرق والغرب والجنوب علشان تسهل على سكان مدينة القدس الدخول للمسجد الأقصى من أي اتجاه. ركب البراق بإذنه من مسجد للمسجد الأقصى إلى الجوزاء، وهناك صلى بالنبيين الأولى، صلى إماما سيد الشفعاء. عرجت به الأقدار، عرجت به الأقدار في كنف الدجى للسدرة العظمى العلياء، فرأى لأصناف العذاب عجائبا صورا لكل جريمة نكراء. بالنسبة لتاريخ الإسلام في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى، كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أواخر أيامه بيستعد لفتح بيت المقدس ومدينة القدس ليضم المسجد الأقصى للدولة الإسلامية، لكن وفاته المنية ومن بعده استكمل سيدنا أبو بكر المشروع وهو تجهيز جيش ليسير لفتح بيت المقدس. برضو سيدنا أبو بكر في الحقيقة كان جاهز أغلب الجيش، لكن وفاته المنية وما قدرش إن هو منتقل إلى جوار الله جوار سيدنا محمد وتوفى وقبل أن يصدر الأوامر بسير الجيش. لما جه سيدنا عمر بن الخطاب كان الجيش جاهز، فدي كانت من أوائل الأشياء اللي قام بيها
رضي الله عنه، وأمر بخروج الجيش لفتح بيت المقدس وضم مسجد الأقصى لدولة للدولة الإسلامية. كان سيدنا أبو بكر حاطط سيدنا خالد بن الوليد على قيادة الجيش، لكن سيدنا عمر بن الخطاب كان ليه رؤية تانية. كان شايف إن أبو عبيدة بن الجراح الصحابي الجليل من أكثر حكمة وهدوءا وأقدر على قيادة الجيش، وبالفعل وضع أبو عبيدة بن الجراح على رأس الجيش، وخرج الجيش تجاه مدينة بيت المقدس. مدينة بيت المقدس كانت مشهورة بتسليحها أو حصونها وسورها المنيع. الجيش الإسلامي حاصر مدينة بيت المقدس لشهور، ولأنه كان عايز يفتحها بطريقة أفضل وما كانش حابب إنه يستخدم العنف، فضل الحصار لشهور طويلة صمدت فيه حقيقة المدينة. ولما يأس أهلها وبدأوا يستنفذوا المخزون بتاعهم من الأكل ومن احتياجاتهم وما إلى ذلك، أرسل البطريرك سفرونيوس لقائد الجيش يطلب منه انه تسليم المدينة في امان وفي سلام بدون اي حرب او قتال. وافق طبعا القائد ابو عبيدة بن الجراح، لكن كان للبطريرك سفرونيوس شرط وحيد، وهو حضور خليفة المسلمين او ملك المسلمين بنفسه علشان يستلم مفاتيح المدينة. أرسل أبو عبيدة بن الجراح سيدنا عمر بن الخطاب يستشيره في هذا الموضوع. سيدنا عمر بن الخطاب لأنه ما كانش عايز يستخدم العنف، وفرح جدا باستعداد المدينة لأنه وأهلها إن هم يسلموا المدينة بدون قتال أو بدون خسائر كبيرة، أعد العدة واتجه لمدينة القدس علشان يشهد على تسليمها واستسلام أهلها. سيدنا عمر بن الخطاب كعادة الخلفاء الراشدين كان متواضع جدا، وكان يسير في عز الشمس وفي عز الحرارة وفي أوجها. فلما دخل على البطريرك صفرونيوس اتفاجئ إن ده خليفة المسلمين، فين البذخ وفين الأموال وفين الذهب والحرير. وقال إن هم كان فيه رواية بتقول إن مدينة القدس مش هتقع إلا على يد خليفة، على يد حاكم هيجي يسير بالدابة بتاعته بدون أي بذخ وبدون أي طرف. فكانت دي علامة أسعدت البطريرك صفرونيوس، وأحسن استقبال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم المدينة، لكن كان عايز يضمن أهلها ويضمن أمنهم، فاشترط على سيدنا عمر بن الخطاب أن يؤمن أهل المدينة. في الحقيقة عمر بن الخطاب وعلى عادة الإسلام ما كانش بيمثل بالطرف بالخصم أو بينكل بيه، والحدود الإسلامية كلها نظيفة اليد، لم تعتدي إلا على المعتدين، وكانت تتميز برد الحق لأهله. عمل سيدنا عمر بن الخطاب وثيقة مشهورة إلى يومنا هذا باسم معروفة باسم العهدة العمرية، وهي اللي أمن فيها سيدنا عمر بن الخطاب أهل القدس على أموالهم وأنفسهم وكنائسهم وصلبانهم، لا يمسها أحد ولا ينتقص أحد ولا يشاركهم فيها أحد، وأمن أهل القدس على أموالهم، وأمرهم إن هم يخرجوا الروم من المدينة ويخرجوا اللصوص منها. اللي عايز يخرج من المدينة مع الروم أو يخرج يروح أي بلد بره المدينة فهو آمن، وشرط دفع الجزية للمسلمين، واللي عايز يخرج ويرجع المدينة تاني طبعا حقه. وما و و و وأقر سيدنا عمر بن الخطاب إنه مش هياخد أي جزية حاليا من الناس إلا مع أول محصول يحصدوه، وده مراعاة للظروف الاقتصادية ومراعاة لأمن المدينة وأمان أهلها وكفايتهم الذاتية. وهو ده جوهر الإسلام، والعهدة العمرية في منها نسخة محطوطة في جنب أحد أبواب المسجد الأقصى حتى الآن، منحوتة طبعا مش النسخة الأصلية، لكن نفس النص، مما يشير على سماحة الإسلام، والشيء اللي خلى البطريرك صفرونيوس يبقى سعيد جدا ويطمئن على أهله من المسيحيين. ويقال إن في أثناء وضع العهدة العمرية أو الاتفاق بين سيدنا عمر بن الخطاب والبطريرك صفرونيوس، كان سيدنا عمر بن الخطاب داخل كنيسة القيامة،
ولما أذن أذان الظهر دعاه البطريرك سوفرونيوس إن هو يصلي في الكنيسة. سيدنا عمر رفض وقال له إني كان بودي أفعل ذلك، لكن أخشى إن بعد وفاتي ينازعكم المسلمون فيها بدعوى أني صليت هنا. يعني سيدنا عمر بن الخطاب من سماحته، وده تاني الخلفاء بعد سيدنا محمد، خاف ان المسلمين بعد ما يتوفى يقولوا صلى هنا سيدنا عمر، ويقوموا يطلبوا ان يهدوا كنيسة القيامة ويبنوا مكانها مسجد. فكان احرص على اهل الكتاب من مسيحيين ونصارى ويهود من انفسهم، وتحديدا اخواننا في المسيحية، ورفض انه يصلي في الكنيسة وخرج صلى براها علشان محدش ينازع المسيحيين في مقدساتهم الدينية. يتساءلون وكيف أسرى يا ترى، يتساءلون وكيف أسرى يا ترى، بل كذبوه رموه بالخيلاء، بل كيف يعرج ثم يرجع يا ترى، هذا يفوق مقالة الشعراء. بناء المسجد الأقصى كان عبارة عن سور من الحجر، وبعد ما فتح ما تم فتح المسجد الأقصى وفتح مدينة القدس على يد جيش أبو عبيدة بن الجراح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، أمر سيدنا عمر بن الخطاب ببناء المصلى القبلي اللي هو من الحجر حاليا، لكن كان قمع سيدنا عمر بن الخطاب مبني من القش، من جذوع من الخشب وجذوع النخل ومسقوف بجذوع النخل. لكن المنطقة في مدينة القدس معروفة عنها بالزلازل وكثرة العواصف، فزلزال ورا زلزال المبنى تهدم بالكامل، حتى تم بناؤه على يد معاوية بن أبي سفيان، ولكنه تعرض للتهديم مرة أخرى. فكان البناء الحالي أصله وبالشكل الحالي على يد عبد الملك ابن مروان، هو اللي أمر طبعا بميزانية ضخمة جدا، أمر ببناء المصلى القبلي اللي بيعرف خطأ بيشار إليه خطأ حاليا بالمسجد الأقصى، ولكن المسجد الأقصى زي ما ذكرنا سابقا هو كل ده بداخل سور فوق هضبة موريا. وأمر كذلك تشريفا لقبة الصخرة اللي هي آخر موطأة قدم سيدنا محمد في الأرض قبل عروجه للسماء، بنى مسجد قبة ليعرف هو مسجد، هو مش مسجد، هو بناء بيحاوط مسجد، بيحاوط الصخرة المشرفة، وسمي قبة الصخرة نسبة إلى الصخرة التي عرج منها سيدنا محمد إلى السماء بقبتها الذهبية. أما المصلى القبلي فهو ذو القبة الخضراء، وده هو المبنى أو تخطيط البناء اللي مستمر حتى الآن طبعا مع الإحلال والتجديد والأمور اللي طرأت على المسجد الأقصى منذ القدم وحتى الآن. تم تجديد المسجد الأقصى فيما بعد عدة مرات، تم إهماله وتم إعادة البناء فيه خصوصا أيام الحملات الصليبية، وتم إعادة إعماره على يد الناصر صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين وانتصاره على إحدى الحملات الصليبية. أمر ببعض التجديدات في المسجد الأقصى، وهكذا تواترت التجديدات على مبنى المسجد الأقصى حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من شكل للمسجد الأقصى، الشكل اللي متعرفين عليه بالمصليات المختلفة اللي بتقع داخل أسوار المسجد. يستنكرون من الرسول، يستنكرون من الرسول حديثه، يستهزئون كعادة السفهاء، أوينكرون على الإله صنيعه، حاشا له من نظرة عمياء، إن الذي خلق الوجود لقادر أن يذهب الدنيا بغير عناء.
يرتبط المسجد الأقصى في العقيدة الإسلامية برحلة شهيرة جدا، وهي رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج هي رحلة خرج فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من مدينة مكة إلى مدينة القدس، وثم عرج به إلى السماء. رحلة الإسراء والمعراج جاءت تكريما لسيدنا محمد وترفيها عنه بعد حادثة الطائف اللي مش هندخل عشان ما نخرجش ورا الموضوع. كان حادثة أحزنت النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا حب يسري عنه، فأرسل إليه سيدنا جبريل معاه دابة البراق، وهي دابة بين حجمها بين البغل والحمار، لها جناحين. ركبها سيدنا محمد واصطحبه سيدنا جبريل في رحلة الإسراء والإسراء، يعني السير ليلا من مكة المكرمة إلى مدينة بيت المقدس. وصل سيدنا محمد عند سور المسجد الأقصى، فربط دابة البراق في حلقة باب المسجد الأقصى، ودخل لقى ربنا جامع له كل الأنبياء. طبعا الأنبياء أجسادهم لا تتحلل، وهم أحياء يرزقون عند الله. كل وصلى بهم سيدنا محمد إمام في المسجد الأقصى كتكريما وتشريفا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الشيء اللي أسعد قلبه فعلا جدا. بعدها من فوق الصخرة اللي فوقيها المسجد، مسجد قبة الصخرة اللي اتبنى فيها بعد كده مسجد قبة الصخرة، من فوقها عرج به إلى السماء بصحبة سيدنا جبريل. ذهب سيدنا محمد إلى السماء الأولى والثانية والسابعة، وقابل فيها أنبياء كثير عليهم السلام جميعا. انتهى في آخر سماء، السماء السادسة، قبل ما يتوجه للسماء الأخيرة وتحدث إلى الله عز وجل. قابل سيدنا موسى، وفي قصة مش عارفة أعتقد كلنا عارفينها أو لأ، لما سيدنا محمد طلع السماء الأخيرة وربنا فرض عليه فيها الصلاة تكريما للمسلمين، إن لم نكلف بالصلاة إلا في السماء السابعة. نزل سيدنا محمد للسماء السادسة، سيدنا موسى قال له ربنا قال لك إيه؟ قال له كلفني بخمسين صلاة في اليوم. قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن قومك ضعاف لا يطيقون ذلك. رجع سيدنا محمد فربنا نزل له خمس صلوات. نزل لسيدنا موسى قال له 45 صلاة كثير، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. وهكذا لغاية ما ربنا فرض على المسلمين خمس صلوات في اليوم. نزل سيدنا محمد لسيدنا موسى قال له ارجع إلى ربك، إن فقومك ضعاف لا يطيقون ذلك، اسأله التخفيف. قال له إني أستحي من الله. هنا جاله صوت الله عز وجل وقال له يا محمد هم خمس صلوات وأجرهم أجر خمسين صلاة، تكريما لسيدنا محمد وحياؤه اللي اشتهر به، والسيرة المحمدية وسيرة سيدنا النبي من أعطر وأطيب السير الشخصية اللي دفعت حتى العالم الغربي إن هم يطلقوه على سيدنا محمد، من أعظم الشخصيات اللي أثرت في العالم كله على تاريخ في مدار البشرية كلها عليه الصلاة والسلام. ونزل سيدنا محمد تاني للأرض، ونزل للمسجد الأقصى وركب دابة البراق وعاد إلى مكة. ولما صح الصبح حاجة قومه كفار قريش، طبعا محدش صدقه خالص، من إلا سيدنا أبو بكر ما شافش. الناس راحت قالت له صاحبك بيقول كذا، صديقك بيقول كذا، قال لهم إن كان قال فقد صدق. ومن هنا جت تسمية سيدنا أبو بكر بأبو بكر الصديق، لأنه صدق سيدنا محمد في كل ما قال ولم يكذبه يوما رضي الله عنه، وفي تصديقه لسيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. ودي بتضيف لمكانة أخرى لمكانة المسجد الأقصى في تاريخنا الإسلامي، بجانب أنه ثاني مسجد بني في العالم على وجه الأرض، وبجانب أنه ثالث الحرمين وأولى القبلتين، تشريف أنه كان الرحلة اللي رفهت على سيدنا محمد وأدخلت السرور إلى قلبه لما اشتدت عليه مصاعب الدنيا. فالكون في كفيه رهن إشارة، فالكون في كفيه رهن إشارة، هل يستحيل عليه في الإسراء؟ فالكون في كفيه رهن إشارة، هل يستحيل عليه في الإسراء؟
صلى عليك الله يا علم الهدى ما ركب قوم للمدينة سارا. سبحان من أسرى بخير ضيائي، أسرى بنور محمد الوضائي، أسرى به في ليلة قدسية عطرية الأنسام والأضواء، أسرى به ليلا ليشهد موكبا من أعظم الآيات والأنباء. ركب البراق بإذنه من مسجد للمسجد الأقصى إلى الجوزاء، وهناك صلى بالنبيين الأولى، صلى إماما سيد الشفعاء. عرجت به الأقدار في كنف الدجى للسدرة العظمى وللعلياء، فرأى لأصناف العذاب عجائبا صورا لكل جريمة نكراء. يتساءلون وكيف أسرى يا ترى، بل كذبوه رموه بالخيلاء، بل كيف يعرج ثم يرجع كيف ذا، هذا يفوق مقالة الشعراء. يستنكرون من الرسول حديثه، يستهزئون كعادة السفهاء، أو ينكرون على الإله صنيعه حاشا له من نظرة عمياء. إن الذي خلق الوجود لقادر أن يذهب الدنيا بغير عنائي.